على سيدات الحوامل زيارة الطبيب المختص في النسائية والتوليد لمعرفة احتمال حدوث مضاعفات محتملة أثناء الصيام، حيث يقسم الحمل إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى الثلاث أشهر الأولى، وتتميز هذه بغثيان الحمل. في حالة حدوث الجفاف نمنع الحامل من الصيام، ولكن ليست كل الحوامل تتعرض لهذه الحالة. المرحلة الثانية هي ثلاث أشهر الثانية، وهي الأنسب للصيام عدا إذا كان عندها هبوط في السكري أو ضغط الدم. المرحلة الثالثة هي المرحلة الأصعب، وذلك لكبر حجم الجنين وظهور مضاعفات السكر والضغط وغيرها. هنالك فرق بين سيدة وأخرى من ناحية القابلية، وهنالك فرق أيضا في حرارة الجو، وفرق أيضا فيما إذا كانت السيدة تعمل أم لا. في كل الأحوال إذا صامت الحامل يجب أن تتناول أكثر من وجبة متوازنة بين السحور والفطور، وتتناول كثير من عصير وتشرب الكثير من عصير الخضار والفواكه.